كل حاجة ليها علاقة بالحياة أصلا. يعني كنت مثلا وأنا صغير في ابتدائي مثلا أروح أقول له ده فلان سنة رابعة وأنا مثلا في الثانية، شتمني وشتمني بالغلط وما عرفتش أقول له حاجة لأن هو كلمني، فيقول لي معلش يا حبيبي بحبه أكتر، فبحبه أكتر أقول له بابا بقول له، يقول لي معلش أنت لو في حاجة كان دايماً يقولها ما فهمتش معناها لما كبرت سألت على معناها، كان يقول لي وكل طبيعي إن غلط الأبسين أتتك معاني الحسن فيه تسارعه. لما كبرت وقلت له اشرحها لي يعني قال لي أنت لو شفت التلبك قاعد مع بنته أو ابنه شوف فيه رحمة كبيرة، يعني هتخرج منه حاجة أنت يعني الناس مش شايفاها، فاتعامل دايما مع الحته الطيبه في اي حد هتلاقي نفسك مش متعجز، لان الغضب بيخليك تعجز بسرعه، الغل والحقد بيخلي الانسان اضعف صحيا ونفسيا اكتر بكتير جدا من الانسان اللي بيسامح. هو ابويا كان بيسامح على طول كده طول الوقت، يعني حتى محمد حسن الشجاعي اللي كان رئيس الاذاعه موسيقار كبير، يعني حتى كان ليه موسيقات كتير وافلام وكده ومسلسلات، لما كان رئيس الاذاعه طرد ابويا من الاذاعه وكتب له تقرير انه صوت لا يصلح للغناء وكده بسبب انه بابا رفض انه ده كلمه الحجار. اول واحد لما عيني ودخل المستشفى محمد حسن الشجاعي اول واحد راح زاره ابويا، وامي انا سمعت الحوار ده وانا صغير تقول له ابراهيم ده الراجل اللي قطع عيشنا، فقال لها لا الا لما رجع دي حاجه ثانيه، ده شخص ثاني غير الشخص اللي عمل كده. فكمان دي الحياه اللي هو علمني فيها، يعني دايما يقول لي يا حبيبي حب على طول ما تكرهش ابدا. الرضا والسماحه اللي هو كان عايش فيها برغم كل ظروفه الصعبه لانه ما حققش طموحاته كمطرب، وقصد ان هو يعني رضي ان هو يشتغل كوره صار المطربين عشان انا واحد بندخل المدارس والجامعات ومتربى كويس وكده ويعيش امي كويس، يعني استغنى عن طموحه ده عشان اولاده. فدايما بفتكر الجمله بتاعت سعيد شجاعي في المال والقانون اللي بيقول قالوا الشيطان، الكورس بيقول قالوا الشيطان قادر وله الف صوره، قلنا ما يقدر على خير وتغير، طول ما انت خيرك لاصحابك واهلك واولادك وناسك تبقى جوه عايز الشيطان ما يقدرش عليك. فدي من الحاجات اللي اتعلمتها من ابويا، ويا رب ابقى قدرت اعمل حتى ربع اللي هو كان بينصحني بيه. يعني احمد الحجار زي ما قلت استاذ ابو انا زي رغم انه اصغر مني لكنه كان دايما هو البركه وهو النصيحه اللي بتاخدني للصح. احمد يعني الحقيقه اخطاؤه في الحياه طبعا ربنا اللي يعرف، لكن اللي احنا كنا بنشوفه احمد ما كانش ليه غلطات، على الاقل غلطات كبيره. اول واحده ست مسك ايديها كانت مراته، كان عنده 33 سنه ساعه ما اتجوز. فمثلا يعني طبعا مش لازم الواحد يتعرض لتفاصيل اكتر، لكن احمد كان دايما ساعد اي احباطات تجيلي ما تفهمش بيشعر ازاي بيحس ازاي، يجيلي البيت او يجيلي الاماكن اللي كنت بصرف فيها اللي انت عارفها زمان ويقعد معايا يقول لي كام نكته، هو كان دمه خفيف جدا جدا يعني انت عارفه، كان يعني طول ما هو قاعد بيقول افيهات وهو ما بيضحكش، ما بيفهمش هو جاب الحاجات دي منين، يعني بتقع منه جدا طبعا.